4 سنين مرت على تدشين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اللي بدأت بحلم. الحلم سنة ورا سنة كبر وقدر يبقى فيه 48 عضو في مجلس النواب والشيوخ، اللي من بينهم سيادة النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. صباح الخير يا معالي النائب. صباح الخير يا صباح، كل سنة وحضرتك طيب. وانت طيب وبصحة وسلامة يا رب. يعني 4 سنين من المساحة المشتركة اللي قدرت اللي هي تجمع حواليها شباب كتير من يعني مختلف التيارات، سواء كانت السياسية أو الشباب السياسي الحزبية أو الشباب السياسي أيضا. إزاي قدرتوا اللي انتوا يعني تحققوا نجاحات مختلفة في الحياة السياسية في مصر بشكل عام خلال 4 سنين فاتت؟ طيب اسمح لي في البداية ان انا اوجه التحية لكل اعضاء التنسيقية من الزملاء والزميلات، سواء اعضاء الهيئات النيابية او حتى كمان اعضاء اللجان النوعية، وتحية برضو ايضا الى يعني اهلنا واحبائنا من جموع الشعب المصري اللي هو كان في الحقيقة يعني داعم بشكل كبير جدا لبناء واعادة بناء الشخصية المصرية السياسية من خلال دعمه لتنسيقية شباب الاحزاب والسياسية. هي ان تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين نستطيع ان نطلق عليها انها التجربة الاكثر نجاحا في تاريخ الحياة السياسية المصرية، التي استطاعت ان تجمع جميع اطياف العمل السياسي والعمل العام بمختلف الايديولوجيات والافكار على طاولة حوار واحد. بما ان تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين هي منصة حوارية، استطعنا على مدى 4 سنوات ان تكون تجربة التنسيقية هي التجربة الاكثر نجاحا، هي التجربة التي استطاعت أن تثبت أن مستحيل اجتماع الأحزاب والتيارات والمختلفة الأيديولوجيات ومختلف الأفكار أن هي تجتمع لمدة تتجاوز 4 سنوات لتتفق على حماية الوطن، لتتفق على الثوابت الوطنية، لتتفق على الدفاع عن مقدرات الوطن وحقوقه التاريخية. تختلف كيفما تختلف، تتفق كيفما تتفق، لكن في النهاية يعني الوطن هو العنوان الأساسي الذي يجب أن يحافظ عليه الجميع. فبالتالي إحنا سعداء جدا بهذه التجربة. بالمناسبة هذه التجربة لم تكن هي التجربة الأولى، لكن هي التجربة الأكثر نجاحا. يمكن الشباب على مدى 10 سنوات الماضية كانت هناك دعوات متعددة لوجود مش جيل تاني، لوجود أجيال عديدة تستطيع على تحمل المسؤولية الوطنية. من خلال تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من خلال البرنامج الرئاسي، من خلال أيضا الأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل، أصبح لدى يعني مصر العديد من الأجيال القادرة على تحمل المسؤولية، مش بس كمان على المستوى السياسي، لكن احنا بنشوفهم في على المستوى الاجتماعي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الثقافي، يعني في كل مجالات الحياة، في كل الملفات الهامة تستطيع أن ترى عناصر التنسيقية وزملائنا ايضا من البرنامج الرئاسي قادرين على تحمل المسؤوليه. ده حقيقي. طب يا فندم، ازاي في 4 سنين بس قدرت التنسيقيه ان هي تبقى حلم لاي شاب ان هو ينضم ليها؟ يعني زي ما حضرتك قلت، مع اختلاف الايديولوجيز لكل الشباب من اليمين ومن اليسار، الشباب من جميع انحاء الجمهوريه يطمحوا ان هم او يهدفوا ان هم يبقوا موجودين في التنسيقيه، ازاي في 4 سنين قدرت تحقق النجاح ده؟ طبعا احنا بنشوف التنسيقية من خلال 4 سنين منذ بداية يعني التأسيس، لكن هو في الحقيقة ان مجهود الزملاء المؤسسين، انا اشرف ان انا اكون واحد منهم، ده مجهود ممتد. انا زي ما قلت ان التنسيقية يعني كان سبقها محاولات عديدة جدا للتوافق، للتكامل، للتعاون ما بين شباب الاحزاب و التيارات السياسية سواء حزبيين أو مستقلين، لكن طبعا كان الواقع صعب، كان بنعاني من تاريخ صعب جدا من الخلافات السياسية مش الاختلافات. لكن التنسيقية يعني جينا في هذه اللحظة الفارقة وكان هناك حالة من التفاهم والتكامل مع الدولة المصرية. واسمحي لي بس ان انا اشيد في يعني في حديثي طبعا بالقيادة السياسية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة اللي هيئت الأجواء لهؤلاء الشباب ان هم يتفقوا مع بعضهم. صناعة قرار ذاتي، توافق ذاتي، ميثاق عمل ذاتي، ميثاق شرف ايضا ذاتي. حتى تحولت التنسيقية زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، اللي هي النهاردة منبر هام جدا، قناة شرعية، اذا ما احد من الشباب
ان هو يمارس العمل السياسي والعمل وأيقونة بارزة في العمل السياسي يعني كمان يا سيادة النائب. لكن خليني أسأل حضرتك، إزاي حولتوا الخلاف أو الاختلاف في الرأي من نقطة اختلاف لنقطة قوة حقيقية؟ لأن يمكن اللي بينظر للتنسيقية من الخارج ممكن يقول اللي هي تجربة ذات صوت واحد، لكن في تنوع في الفكر، في تنوع ايضا في التوافق على امور بعينها، ازاي بتقدروا ان انتوا تجتمعوا على قرار معين يعني؟ طيب، قوه التنسيقيه في الحقيقه في تنوع افكارها وتنوع كمان اطياف العمل فيها، ويمكن ده اللي بيخلي للتنسيقيه شكل ورونق مختلف. صحيح. هي لا تعبر عن اتجاه واحد، لا تعبر عن صوت واحد، عشان كده انا قلت ان هي تجربه فريده في تاريخ العمل السياسي الحزب المصري على مدى التاريخ. يعني احنا شفنا تجارب اخرى سابقه كانت بتعبر عن تيار او اتجاه او صوت واحد. التنسيقيه في تفردها ان هي تتشكل من ما لا يقل عن 26 حزب سياسي من اقصى اليمين الى اقصى اليسار، بالاضافه الى مجموعه من شباب السياسيين يعني المؤهلين في مجالات اخرى، هو ده رونق التنسيقيه. الاختلاف مش الخلاف، احنا تجاوزنا عن نقطه الخلاف، لان زي ما قلت في حديثي ان هناك كان حاله من التوافق على ثوابت معينه منذ تاسيس التنسيقيه. احنا بنحافظ على البلد، خلاص اتفق كيفما تتفق، اختلف كيفما تختلف، لكن في النهايه الاختلاف في الراي يؤدي الى تنوع في المواقف، وده يمكن الابرز شيء في التنسيقيه واللي احنا لسه محافظين عليه لغايه دلوقتي. وإن شاء الله تستمر بإذن الله. أكيد طبعا. طيب سيادة النائب، يعني إحنا بنتكلم عن الحوار الوطني، إزاي في على مدار 4 سنين قدرت التنسيقية إنها تكون همزة وصل ما بين الحكومة وما بين المواطن؟ طيب، التنسيقية هي في الحقيقة همزة وصل ما بين الدولة المصرية وما بين الشارع، زي ما قلت التنوع اللي موجود فيها. إحنا طبعا عارفين قيمة الحوار، بما إن إحنا منصة أصلا مبنية على الحوار، ده اللي خلق التواصل. صحيح ان عارفين ان لسه الامور صعبه، ان احتياجات المواطن والمجتمع كتيره، ان في ملفات عديده جدا قدرنا نعاني منها على يعني ازمنه كتيره جدا، لكن في النهايه ما نستطيع ان نقدمه وما نقدمه في اروقه التنسيقيه سواء من الزملاء في المجالس النيابيه او الزملاء في اللجان النوعيه، اعتقد ان المواطن بدا يحس صحيح بقيمه هذه التجربه. نتمنى ان شاء الله في استمراريتها، نتمنى زي ما احنا بنقول قلنا ان في جيل اول، ان في اكتر من جيل، وعلى مدى ال4 سنين قدرنا نخلق 4 اجيال متتابعه، وان شاء الله يعني في استمرار التنسيقيه هيبقى في اجيال اخرى. هو ده اللي قدرنا ان احنا من خلاله ان احنا نوصل صوت الناس الى الدوله في حلقه من حلقات التواصل. ويمكن انتوا اثبتوا يا سياده النائب على مدار ال4 سنوات الانحياز التام للمواطن، ويمكن ده يعني ظهر يعني في مرحله التتويج ليه تحديدا اثناء مناقشه قانون الضريبه العقاريه، وازاي قدرتوا ان انتوا كنتوا اول المعارضين لهذه الضريبه لان لما فيها من يعني تكلفه او ثقل لكاهل المواطن المصري تحديدا في فتره من الفترات. يعني عاوزين نعرف بقى تجربه التنسيقيه داخل مجلس النواب، لان انتوا من اليوم الاول ليكوا داخل مجلس النواب ومجلس الشيوخ ايضا، بس هتكلم هنا عن مجلس النواب، انحستوا لفريق المعارضه، جلستوا في المقاعد المخصصه للمعارضه تحديدا، ايه دلاله ده؟ طيب، هي دلاله تنوع التنسيقيه، واسمح لي برضه احنا على مدى ال4 سنين قدرنا نتوج هذا المجهود بوجود 32 زميل وزميله في مجلس النواب و16 زميل وزميله في مجلس الشيوخ، بالاضافه طبعا الى يعني 6 من نواب المحافظين. ده كان تتويج للعمل. لو احنا هنتكلم على انعكاسه في مجلس النواب، اعتقد ان الاداء البرلماني ل يعني الكتله البرلمانيه لتنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين يعني ظاهر مجهوده سواء داخل مجلس النواب، احنا بنسمي في الحقيقه يعني مواقف السيد رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي مع اعضاء التنسيقيه، وكمان يعني الزملاء والزميلات من الكتل البرلمانيه والنيابيه الاخرى، احنا في حاله من التكامل. انا زي ما قلت احنا برضه بنتشرف ان موجود من ضمننا مجموعه من الزملاء من احزاب معارضه داخل اطار طبعا مجلس النواب، وده في الحقيقه بينعكس ايجابا في المواقف. يعني اوقات تلاقي زميل يتفق وزميل يختلف. ما حدث في قانون الضريبه، ما حدث ايضا في ضريبه الاطيان الزراعيه ومواقف اخرى كثيره جدا. يعني يكفي ان احنا نقول ان اول استجواب في الفصل التشريعي الحالي كان
من احد زملائنا في تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين في الحقيقه. هو ده الانعكاس للدور والقيمه اللي احنا بنستشعرها في ادائنا البرلماني. ونتمنى ان شاء الله ان احنا على مدى الفصل التشريعي وادوار الانعقاد اللي جايه ان يبقى في اداء افضل، عشان زي ما احنا بنقول نكون معبرين بصدق عن نبض الشارع المصري. يعني احنا بنتمنى لكم كل التوفيق سياده النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين.